اتحاد المصورين العرب في نسخة إكسبوجر 2019 من خلال معرض متخصص عن الصورة الصحفية. هذا المعرض الذي يضم العديد من الأعمال الفوتوغرافية. التي شهدتها أحداث وقعت في وطننا العربي الكبير، قدمها مصورون منهم من سقط شهيدا في سبيل أن يعرض الحقيقة عبر صورة. أما على صعيد الآخر وهي المناشط والفعاليات والبرامج التي سيقدمها اتحاد المصورين العرب ضمن برامجه السنوية، هو انطلاق جائزة الشرق للصور العربية التي تحمل ثلاث ثيمات رئيسية يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على عموم المصورين لتكون هناك مشاركة واسعة، كما هي مشاركات قريناتها من النسخ السابقة. شكرا للمهرجان التصوير الدولي إكسبوجر على هذه الفعالية الجميلة، وشكرا للمنظمين والقادم أجمل.